أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: من أجرى عملية جراحية ولا يستطيع القيام من السرير وفي بدنه ويخشى من أن يتنجس الثوب بالنجاسة، كيف يتطهر؟ هل يتوضأ بالماء أو يترك ذلك؟ إذا أمكن أن يتوضأ بالماء، بأن يؤتى بماء ويوضع شيء يتسرب إليه الماء ويتساقط عليه الماء، صحن أو غير ذلك، فإنه يتوضأ ما أمكنه، وإذا لم يمكنه فإنه يتيمم بالتراب ويصلي، والحمد لله. نعم.